الوطنية. يعطيك صحة، نحاول دائما وأن نوفيكم حقكم، لأنه اللي تقوموا به جهد إنساني صميم الحقيقة. هذه ثاني مناسبة وأن الحماية المدنية تكون حاضرة معنا في البرنامج. شكرا جزيلا مرة أخرى. نمشي لإشارة الركن ثم ننطلق في الحوار. المشهد الآن، الملف. طبعا الحماية المدنية دور إنساني صميم، وأنا والله سؤال طرحته في أكثر من مناسبة، كيف يمكن لعون الحماية المدنية في أي موقع من مواقع العمل في هذا الإطار وأنه يوازن ما بين شخصيتين، يعني الجانب الإنساني فيه والجانب العملي فيه. صديقنا سامي العرفاوي توقف في ورقة عند الحماية المدنية، نستمع لهذه الورقة ثم من خلالها نكمل مع ضيفنا الكريم. أسست النواة الأولى للحماية المدنية في تونس سنة 94,800,000 تحت اسم جمعية التعاون للنجدة وصندوق التقاعد لرجال المطافئ المتطوعين مجانا بتونس العاصمة، ثم إلى انتداب فعلي لرجال مطافئ متطوعين من بين مواطني بلدية الحاضرة سنة 20,900,000. وفي شهر مارس من سنة 47,900,000 تم بعث هيئة تجمع رجال المطافئ المهنيين الأربعة في تونس العاصمة وسوسة وصفاقس وبن زرت ليصبح لهم نظام عمل موحد وطرق تدخل تتماشى مع متغيرات العصر. وبعد الاستقلال في شهر اكتوبر 68,900,000 تم احداث مصلحة قومية للوقاية المدنية، وتم بعث مكاتب جهوية يعنى كل مكتب باعداد مخططات عمل تستند على انواع الكوارث الطبيعية في كل منطقة. وفي سنة 73,900,000 تم احداث ادارة للوقاية المدنية، ثم إدماج هيئة رجال المطافئ الأربعة في مؤسسة واحدة أطلق عليها اسم الوقاية المدنية في شكل إدارة فرعية تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني. وفي سنة 78,900,000 أصبحت وكالة إدارية ذات صبغة مدنية واستقلالية مالية. وبعد سنتين في شهر أفريل من سنة 80,900,000 أصبحت إدارة الحماية المدنية مرتبطة مباشرة ومن جديد بالإدارة العامة للحرس الوطني مع محافظتها على الصيغة المدنية والاستقلال المالي، ليكون يوم 13 من ماي 91,900,000 تاريخ صدور الأمر المتعلق بتنظيم إدارة الحماية المدنية، بجعلها تتمتع هيكليا بخمس إدارات، وهي إدارة التخطيط للطوارئ، وإدارة الاستعداد والمواجهة، وإدارة تحليل المخاطر، وإدارة وحدات المواد الخطرة، وإدارة الإنذار والتوجيه، لتصل الحماية المدنية في الأخير إلى هيكلها الإداري والمالي الحالي منذ إحداث الديوان الوطني للحماية المدنية سنة 93,900,000 الذي يخضع لوزارة الداخلية، لتكون بذلك الحماية المدنية أحد أعمدة المرافق العمومية للدولة والخط الأول في حماية الأرواح والمكتسبات العامة والخاصة والتدخل في كل الكوارث الطبيعية والحرائق وحوادث المرور وحالات الغرق، وتساهم في إجلاء المصابين والمتضررين وانتشال الجثث في أي مكان داخل تراب الجمهورية، بالإضافة إلى تأمين كل التظاهرات الرياضية والثقافية والندوات والمؤتمرات بالتحسيس وبالتواجد الميداني تحسبا لأي طارئ. وتحية من القلب لكل من يعمل بالحماية المدنية، الخط الأول لحماية المواطنين كما قال صديقنا سامي العرفاوي. احنا باش نتحدث مع ضيفنا الكريم العبيد عبد العزيز الهرماسي، مدير إدارة الدراسات والتصرف في الأزمات بالحماية المدنية، في ثلاث محاور رئيسية يتعلق بها استعدادات الحماية المدنية لفصل الصيف عموما. باش نحكيه على حرائق الغابات، باش نحكيه على حوادث الطرقات، باش نحكيه على الشواطئ أيضا. طالما وأنه اليوم الحركية كبيرة على الطرقات تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، نبدأ مع ضيفي الكريم في الحديث عن الاستعدادات لتأمين الطرقات وحديث عن حوادث الطرقات. للأسف الشديد سيد العميد، احنا تونس دائما نسجل أرقام مفزعة فيما يتعلق بحوادث الطرقات، وهذا يرجع للوعي المواطني الحقيقة، لأنه حرب محلولة على الطرقات وهذا ما هوش معقول. تفضل سيد العميد. بالفعل سي الحجلاوي، هو احنا ككل سنة نحضروا الموسم الصيف، معناها تحذير خاص واستثنائي، بخلاف كونه عملنا يمتد على مدار سنة
معناها على 24 ساعة الوحدات متاعنا تخدم معناها بدون انقطاع. إلا أنه كما قلت معناها في الفترة الصيفية ثم حركية متزايدة ونحبوها الحركية احنا راهو، لأنه هذيك هي اللي تنعوش البلاد. احنا كيف يجوا الجالية من الخارج ولا يجوا معناها السواح من الدول المغاربية خاصة ولا حتى من الخارج، هذاك ما هذاك شيء ننتظر فيه الناس كل. لكن ترافقوا ساعات بعض المظاهر والسلوكيات اللي معناها لا قدر تكلفنا غاليا وتكلفنا معناها بعض الضحايا البشرية. فيما يخص الطرقات، احنا كل سنة معناها بداية من 1 جويلية الجرات بالعادة نعمل وقت التركيز الاستثنائي اللي في مجال العطلة آمنة. هذية بخلاف وان وحدات حماية المدنية هي راهي 24 إدارة جهوية، وكل إدارة جهوية فيها فرقة وثم فرق أخرى في المعتمدية، تقريبا مجموع الوحدات الميدانية 122 وحدة، ونكملوا لهم 8 تقريبا مراكز نجدة وأسعاف على الطرقات. المراكز هذه تبدأ من 1 جويلية في العادة، نغطيها بسيارات سعاف في الحماية المدنية ومشرفين من الحماية المدنية ومتطوعين من الهلال الأحمر أو متطوعي الحماية المدنية. هذه المهمة متاحة وأنها يصير أكسيدون في النقاط هذيك اللي هي معظمها كالطرقات الرئيسية والسيارة، تدخل الوحدات هذه معناها بصفة سريعة. تقريبا هي عددها 8 في ولاية تونس وبنزارة ونابل وباجة والمهدية وصفاقس ومدنين وجبس. هذه فيما يخص معناها السيارات هذه اللي نحطوها في مراكز النجدة والإسعاف على الطرقات. في الواقع عدد الحوادث معناها ملفت للانتباه. نعطيك من 1 مايو ل 11 جوان سجلنا معناها والأسف الشديد معناها 4792 حادث أسفرت عن 71 حالة وفاة و 5704 جريح. وشوف انت كالجرحى ربما فيهم شكون يلحق معناها ربي يلطف بهم شكون يتوفى. هذا كله مازلنا على بابك يا ربي، مازال الصيف ما دخلش، مازالت العطله ما دخلناش فيها. لهنا الوحدات الامنيه قائمه بدورها. 70 قتيل في 40 يوم، 72 قتيل في 40 يوم، ونزيدوهم اللي توفاوا معناها في الشط وفي الشطوط وفي الشواطئ والبحيرات والاوديه تقريبا معناها 30 معناها 110 حاله وفاه هكاك مشت ضاعت في معناها في انا ما لقيت لهاش عدم انتباه. عدم الانتباه وربما مجازفه. احنا هك تعرف الوالدين اللي يشوف ولده كمل الباك يعطيه يقول له هز الكهرباء برمشي حوس، الام تعطي من ناحيتها، اللي هز فاتح كرهبة ابوه وما شاورش وبعد ما ثم سلوكيات. احنا بكلنا تقريبا مستعملي طريق قاعدين نشوفوا في العجب والعجيب معناها راهو الواحد صدقني انا ملي نركب من مقر السكنه نتاعي للعمل نقول يا ربي وصلني سالم، على ما نشوفه من عوج وعلى ما تشوفه من تجاوزات ومجاوزات معناها خطير. هي شنو نهايتها في الاخر؟ نهايتها هي معناها ارواح تمشي هكاك معناها واللي يعيش معاق ولا قدر الله. لهنا ماذا بينا بالله دعوه للتوانسه الكل وللاولياء الكل، يا ولدي اقرع مصلحه ولدك واقرع معناها الحسابات قبل ما تعطيها الكهرباء، خاصه اذا كان مش حاصل على بيرمي ولا اذا كان حتى متحصل على رخصه القياده. ديما التوعيه والالتزام بقانون المرور راهو حاجه معناها اساسيه ومن معناها علامات ومن شيم الدول معناها المتطوره. هنا نسالك السيد العميد في علاقه بحوادث الطرقات، فما نقاط سوداء يعني نعرفوها اليوم في تونس، وايضا ما هي الاسباب الرئيسيه اللي تقف وراء حوادث الطرقات؟ هل ترى تناول بعض المواد اللي مثل الخمر وما الى ذلك او الافراط في السرعه او يعني بالترتيب؟ شوف هو السنين الاخرى الجيل هذا الخراني نتاع السيارات الكل معناها متطور ونيرفو معناها يجاوب في ساعة في ساعة معناها كما تقول انت سيارات الانفعال. اذا كان انت سياره معناها تنزل على دواسه البنزين تنطلق بك في سرعه معناها جنونيه، فيش تنتظر انت اذا كان معناها اذا كان ما تحكمش فيها. بالطبيعه طرقات فيها وعليها، فما طرقات باية معناها ثم طرقات زادة معروفة بكثرة الحركية، ولكن
نحي هذا الكل يبقى السبب بشري. انت لو تمشي في سرعه معقوله ما يسلك حتى شيء، حتى كان تجي حاجه تجيب اللطف. اما اذا كان يسرع، اليسرع ما يلقاش حق. وزيد احنا تقريبا ثم مازال البعض فينا في عداء مع حزام الامان، وهو الراكبين الكل هي فاش تنتظر انتهى ولا اكسيدون ولا تتقلب الكهرباء، ومعناه وخرج الحالات يترمى عشرات الامتار معناها. باش نعود نرجع لك سيد العميد، نتوقف الان مستمعينا الكرام ليرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر.